السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من استديوهات قناة سهيل الفضائية، والبداية بالعناوين. اللجنة الأمنية بمدينة عدن تقر منع التجول بالدراجات النارية وتدعو لوقف استيرادها. سهيل تنقل صور الدمار الهائل الذي خلفته الميليشيا الانقلابية في مديرية مشرعة وحدنان. التحالف العربي يواصل استهداف مواقع ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع في مأرب والبيضاء وشبوة. مرحبا بكم. أصدرت اللجنة الأمنية بمدينة عدن قرارا يقضي بمنع التجول بالدراجات النارية في المدينة بشكل مؤقت. وقال بيان صادر عن اللجنة إن القرار جاء نظرا للظروف الأمنية الاستثنائية التي تمر بها المحافظة. ودعت اللجنة الأمنية المستوردين إلى وقف استيراد الدراجات النارية وتنفيذ الإجراءات الأمنية. إلى ذلك قال محافظ عدن الأستاذ نايف البكري إن أمن واستقرار عدن ليس المسؤول عنه المحافظ والسلطة المحلية فقط، بل هو مسؤولية الجميع، مواطنون ومقاومة وجيش وسلطة محلية ومنظمات مجتمع مدني، وعلى جميع فئات وألوان الطيف المجتمعي بعدن تحمل مسؤولياتها في تحقيق مسؤولياتهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالمحافظة. وأكد البكري في بيان وزعه على وسائل الإعلام إن الخدمات وعمليات الإعمار لن تقوم إلا في حالة استتباب الأمن والاستقرار في المدينة، مؤكدا أن المقاومة والجيش ستضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن عدن وسكانها الميامين. وشدد البكري على ضرورة حماية الممتلكات العامة والخاصة والتصدي لأي أعمال فوضى ونهب تقوم بها جماعات مدسوسة تسعى من خلال تلك الأعمال إلى الإساءة لتضحيات وصمود الشهداء والجرحى ومعهم رجال المقاومة، وإظهار عدن بأنها مدينة غير آمنة. قالت وزارة حقوق الإنسان إن مدينة تعز تتعرض لحرب إبادة بشعة من قبل ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع صالح. واستنكرت الوزارة في بيان لها اليوم ما آل إليه الوضع الصحي بالمحافظة في ظل غياب الأدوية والمستشفيات وانتشار حمى الضنك. وأعربت الوزارة عن خشيتها من تفشي أوبئة أخرى تفتك بالمواطنين في ظل انعدام الأدوية والمراكز الصحية وتوقف تام لفرع الهلال الأحمر اليمني عن العمل بعد اقتحام الميليشيا مؤخرا لمقره وترويع منتسبيه وسرقة محتوياته وسيارات الإسعاف التابعة له، مما ينذر بكارثة صحية وشيكة قد تؤدي بحياة المئات من المرضى والجرحى. ودانت وزارة حقوق الإنسان الاعتداءات الممنهجة من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح على الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية المختلفة، مطالبة المنظمات الإقليمية والدولية تحمل مسؤوليتها الكاملة إزاء كل ما يحدث في المحافظة من انتهاكات وإبادة من قبل هذه الميليشيا المتمردة واستنكار هذه الجرائم البشعة بحق الإنسانية. اقتحمت ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية اليوم جامعة تعز في منطقة الدحي وتمركزت في مباني الجامعة في محاولة لتدميرها. هذا وتدور اشتباكات عنيفة بين الميليشيا الانقلابية من جهة والجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة أخرى في منطقة الدحي، حيث تحاول الميليشيا الإرهابية التقدم باتجاه المنطقة وجبل جرة وسط صمود أسطوري لرجال المقاومة. وحصلت ميليشيا الحوثي وعصابات ومرتزقة المخلوع على تعزيزات جديدة، في حين يشكو رجال المقاومة من نقص الذخيرة والسلاح النوعي، داعين قوات التحالف إلى تعزيز موقف المقاومة ومواصلة عملياتها لاستهداف مواقع الميليشيا الانقلابية التي تستهدف المدنيين من خلال القصف العشوائي.
لم يشفع الجمال الساحر والعلو الشاهق لمديرية مشرع وحدنان بتعز من أن يطالها الغزو الحوثي المحفوف بالدمار والقتل. نتابع التفاصيل. ما إن تطأ قدميك مديرية مشرع وحدنان إلا وترى سحرا وجمالا لا حدود له بمنازلها التقليدية الجميلة، وكأنها قد رسمت رسما على هذه الجبال، تعانق النجوم من ارتفاعها والتوائها الذي لا تشبع العين من النظر إليه. جمال لم يشفع لهذه المديرية عند الميليشيات، فأول ما تقابلك منطقة الكشار التي تطل على المدينة وقد سكنها الدمار. هذه قرى، أحدى قرى من مديرية مشرع وحدنان، احتلوها الحوثيون في أوائل شهر رمضان المبارك، فأطلعوا هنا المصفحات والدبابات لقصف أحياء ومدن مدينة تعز. من هنا كانت تشارك قوات المخلوع علي عبد الله صالح والحوافيش لقصف أبناء تعز. كلما ارتفعنا أكثر شعرنا بقيمة هذه المديرية، فهي تحمي المدينة أو تخيفها، لذلك استمات الحوثيون للاستيلاء على هذه الجبال، وهنا إحدى الشواهد وأشهرها، وقد تجمع سكان المنطقة فوقها وحولها. قمنا بحرق الدبابة هذه كما تشوفونها قدامكم واضح ببترول، بالبترول نفسه، بمادة البترول حرقنا داخل الدبابة، رقمنا 20 على الدبابة داخل كامل، ثم رقمنا بدبابة 20 لتر مليان مغطى قوي، رقمنا بها داخل الدبابة، مما أدى إلى انفجار مع الحريق، انفجار داخل الدبابة كامل، وتم إحراقها بهذه الطريقة بالبترول. توغلنا أكثر لنرى القرى بهيئة مدن ومتحفا مفتوحا لفن العمارة، أيد آثمة أتت بالجحيم إلى هنا وامتدت لتدمر وتفجر وتقتل وتنهي أحلام الناس وحقوقهم وأملاكهم. ولم يقتصر الخراب على قرية واحدة، بل امتد على طول المديرية وأرضها. أنا المواطن محمد عبد الرقيب عبد الله تعرض منزلي لتدمير من قبل مجموعة الحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح، أنا وأخي صادق عبد الرقيب، وفجروا المنزل وهو داخل البيت، فلن تبقى إلا غرفة التي يعني ممكن تكون حماية لهم، فلاحظوا المنزل قد انهار، ولا أدري ما السبب لهذا العمل، فهم بحجة أن احنا مع المقاومة. كعادتها الميليشيات، شعارها الموت وفعلها التدمير، وهذا ما بدأته في مديرية مشرع وحدنان، فانتفض الناس وحموا قراهم وأملاكهم ودحروا الميليشيات، وقدموا الثمن غاليا من أرواحهم ودمائهم ومنازلهم لتعود الحياة بأمان والتعايش بسلام. تواصل ميليشيا الحوثي ومرتزقة المخلوع صالح الانقلابية فرض الحصار على مدينة تعز في عقاب جماعي على السكان. وقال مراسلنا إن الحصار طال كل مقومات الحياة بما فيها المياه، مشيرا إلى أن بعض رجال الخير يقومون بشراء خزانات مياه متنقلة وإيصالها إلى السكان الذين تقطعت بهم السبل. حين كانت ميليشيا الحوثي وصالح محتلة لقلعة القاهرة، ظلت طيلة الأشهر الماضية ترسل الموت على المدينة، منها من خلال القصف على منازل المدنيين. اليوم وبعد أن عادت القلعة إلى سلطة الدولة الشرعية وبعد أن حررت المقاومة، لجأت الميليشيا الانقلابية إلى قصف منازل المواطنين القريبة من القلعة، كما تقوم باستهداف القلعة التاريخية بشكل متواصل في مسعى منها لتدميرها وطمس بنائها التاريخي الفريد. قتل 3 من عناصر ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، وأصيب 2 آخران في هجوم للمقاومة على موقع جبل المصعوق بطيام مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء، وكان 4 من عناصر الميليشيا الانقلابية قتلوا في وقت متأخر من مساء أمس في هجومين منفصلين على مواقعهم في جبل الحجلة وجبل المعينة في ذات المديرية.
وفي مديرية مكيراس اندلعت اشتباكات متقطعة وتبادل للقصف المدفعي مساء أمس وفجر اليوم بين المقاومة المتمركزة وسط عقبة ثرة وبين ميليشيا الحوثي والمخلوع المتمركزين في عدة مواقع في محيط رأس العقبة. إلى ذلك استهدف طيران التحالف مواقع وتجمعات وآليات ميليشيا الحوثي والمخلوع في المآذن وقشعة رداع وعريب وشحرور ورأس ثرة بمديرية مكيراس. وأكد شهود عيان تصاعد أعمدة الدخان بعد إصابة دبابة بشحرور، كما استهدفت الغارات منصة كاتيوشا متمركزة بمنطقة المآذن. شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية غارات على مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي والمخلوع في مديريتي بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة. واستهدفت الغارات نقاط تفتيش تابعة للانقلابيين بالقرب من مقر لواء 19 مشاة الذي تسيطر عليه ميليشيا الحوثي ومرتزقة المخلوع. كما طال القصف مناطق حدودية مع محافظتي مأرب والبيضاء المجاورتين. تدور منذ صباح اليوم مواجهة عنيفة بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع في المناطق الحدودية بين مديريتي العدين والحزم من الجهة الجنوبية، خصوصا بالمناطق المحيطة بنقطة الصلبة وسط سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا. المواجهات امتدت إلى منطقة جبل الجنيد الذي تقدمت فيه المقاومة المتمركزة بموقع جبل العروسين، في حين تقوم ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع بالقصف بالدبابات والسلاح الثقيل من بيت الشبر على عدة قرى بمديرية الحزم. إلى ذلك أكدت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابي عاودت قصفها العشوائي على المواطنين في قرية العريش ببلاد الشعيبي التابعة لمديرية السبرة بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون. وأكدت المصادر أيضا قصف ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع بالمدفعية والأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون على قرى العود التابعة لمديرية العود. وللعودة لآخر التطورات في محافظة البيضاء معنا من هناك مراسلنا فهد الطويل. مرحبا بك فهد، ضعنا في آخر التطورات في محافظة البيضاء. نعم، آخر التطورات في البيضاء أو أبرزها في ما يحدث في مديرية مكيراس التي تشهد اشتباكات متقطعة بين المقاومة وميليشيات الحوثي والمخلوع بالتزامن مع غارات مكثفة لطيران التحالف على مواقع الميليشيات. البداية كانت حاولت ميليشيات الحوثي والمخلوع استحداث مواقع جديدة في محيط رأس عقبة سراه لمحاولة منع تقدم قوات الجيش الوطني التي تتمركز في عقبة سراه في طريقها إلى مخيرات. حاولت هذه الميليشيات استحداث بعض المواقع على مشارف العقبة والسيطرة على جبل كلبة من أجل ضرب الجيش والمقاومة المتمركزة في وسط عقبة سراه بالمدفعية. طيران التحالف كان حاضرا في المواجهات، شن عدة غارات جوية مكثفة صباح اليوم وفجر اليوم ومساء اليوم أيضا على هذه المواقع، أسفرت عن تدمير عربات وآليات عسكرية وقوات الميليشيات وسقوط قتلى وجرحى بحسب شهود عيان. من هذه الآليات التي دمرتها القارات دبابات وأطقم عسكرية ومدفعية ورشاش أو مضادات عيار 23 بحسب شهود عيان. أيضا المقاومة شنت قصف مدفعي من منطقة الصراط في وسط العقبة على تمركز وعلى تجمعات ميليشيات الحوثي في بركان والغول ورأس العقبة بالتزامن مع القارات الجوية المكثفة للطيران، أدت إلى تراجع الحوثيين عن الموقع الذي حاولوا التمركز فيه. نعم
نعم، مراسلنا في من البيضاء فهد الطويل، الزميل فهد الطويل، شكرا جزيلا لك. كشف الدكتور محمد العامري مستشار رئيس هادي عن خلافات وانشقاقات في تحالف الحوثي والمخلوع في مفاوضات مسقط بشأن تطبيق القرار الأممي 2216، مؤكدا فشل الحلول السياسية بسبب تعنت الانقلابيين وإدمانهم للتدمير والتخريب وسفك الدماء وتهديد أمن واستقرار اليمن والحدود السعودية اليمنية. وقال العامري: أرى أن الحلول المتاحة لدى السلطات هي المضي قدما في تحقيق تطلعات الشعب اليمني وتطهير كل مدن اليمن من الميليشيا المتمردة التي تثير الفوضى والإبادة الممنهجة. وكشف العامري عن وجود تمرد داخل جهاز الأمن المركزي بصنعاء على الحوثيين، حيث تشير المعلومات إلى أن الأمن المركزي خرج عن عباءة هذه الزمرة بعد أن شعر أن ميليشيا الحوثي والمخلوع تعمل لأجندة خارجية. وأكد العامري فشل المشروع الإيراني في اليمن، موضحا أن عاصفة الحزم ألجمت المشروع الإيراني وأعادت هيبة الأمة الإسلامية وأحدثت تغييرا نوعيا في السياسة العربية ووحدت الكلمة والموقف للأمة الإسلامية بكاملها. ونتوقع مزيدا من التلاحم في مواجهة أي اختراقات في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين. كلما اقتربت لحظة الصفر وسكن الرعب عظام الميليشيا الانقلابية في صنعاء، شنت الميليشيا حملة مداهمات واقتحام وانتهاك لمنازل المدنيين واختطاف الناشطين الرافضين للانقلاب وهدم مقومات الدولة. لكن الشعب قال كلمته الفصل: كسر الانقلاب وانتهى عهد الملشنة. بشكل هستيري غير مسبوق وبوتيرة أكثر عنفا تنفذ ميليشيا الحوثي بالتعاون مع مرتزقة صالح حملة مداهمات واقتحامات خارج إطار القانون. أمانة العاصمة صنعاء شهدت أكثر عمليات الاعتقال، تأتي بعدها محافظة الحديدة ومن ثم إب. تفيد المعلومات أن اجتماعات شبه يومية يعقدها ممثل الحوثي في المناطق والمديريات مع عقال الحارات ونافذين مؤتمرين على مستوى المراكز الانتخابية، يتم فيها تحديد المستهدفين بالمراقبة والاعتقال أو الاقتحام بناء على التصنيف الحزبي وعلى الولاء لثورة 11 من فبراير 2011. خلال يومين فقط تم اعتقال قرابة 65 شخصا في حارات وأحياء أمانة العاصمة، واعتقال قرابة 20 في الحديدة و15 في إب، في أكبر حملة اعتقالات يشهدها اليمن في تاريخه السياسي الحديث. الحملة الجارية اتسمت بأساليب لا أخلاقية تمثلت استخدام العناصر النسائية في الاقتحامات الليلية، وكذلك في اقتحام رجال مسلحين مساء لمنازل لا يوجد فيها إلا نساء وأطفال، وفوق ذلك قيام المقتحمين بنهب وسرقة ممتلكات المنازل التي لا يجدون فيها المستهدفين، حتى أنهم يصادرون بسكويتات الأطفال بعد نهب أدوات الطاقة الشمسية التي يستخدمها الناس للاستضاءة في ظل الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، فضلا عن مصادرة اللابتوبات والإكسسوارات والتقنية. بهذا الجنون المسعور تستعجل ميليشيا الحوثي وعصابات وارتزقة المخلوع صالح بسقوطهم، ويضاعفون من سقوطهم السياسي والأخلاقي. حمى الاعتقال هذه تزداد بالتزامن مع حشد الشرعية للقوات الخاصة بتحرير صنعاء والمكونة وفقا للمعلومات الأولية من 30,000 جندي متدرب ودعم عسكري نوعي من التحالف العربي بقيادة السعودية والمتمثل في نحو 220 مدرع وآلية عسكرية. عبثا تعتقد ميليشيا الحوثي وعصابات صالح أنهم باعتقال الأحرار في صنعاء سيؤثرون على خطة تحريرها، فصنعاء كلها بمختلف أطيافها متهيئة للمشاركة في شرف تحرير صنعاء والتخلص من كابوس جثم على صدر اليمن وسام البلاد سوء التأزم والاحترام وأراق الدم رخيصا بلافتة سلالية بغيضة عنصرية رافعتها حقد دفين على ثورتي 26 من سبتمبر 1962 والحادي عشر من فبراير 2011. ومهما طال عتمة الطغيان فإن صباح الحرية لابد أن يأتي، أليس الصبح بقريب؟ طالت الخصومات غير القانونية التي تفرضها ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع على كافة القطاعات في مؤسسات الدولة المختلفة بما فيها مرتبات موظفي الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة واحدة من المؤسسات التي طالها الخصم لمرتبات الموظفين إلى النصف،
حيث يشكو موظفو الهيئة من الخصم منذ 5 أشهر، وهو ما يؤثر على حياتهم المعيشية التي أصبحت صعبة نتيجة ارتفاع الأسعار وأزمات الوقود والكهرباء، فتضاعفت المعاناة. وقد طال الخصم جميع الموظفين الذين يفوقون 400 موظف في مختلف المحافظات. وأرجع الموظفون سبب هذا الخصم إلى وزارة المالية التي رفضت اعتماد موازنة الهيئة، إضافة إلى الأزمة الراهنة، وطالبوا بعمل حلول عاجلة لهم وإعادة مرتباتهم كاملة، كونهم يتحملون مسؤولية فحص جميع المنتجات الواردة من الخارج حفاظا على صحة المستهلك صحيا واقتصاديا. وفي النشرة أيضا، مأرب صحن الجن في قبضة المقاومة، الغاز المنزلي مفقود في ظل الميليشيا، أفاد مراسل قناة سهيل في مأرب أن طيران التحالف العربي شن غارات مكثفة على مواقع ميليشيا الحوثي ومرتزقة المخلوع صالح بمختلف جبهات القتال بمأرب. وأشار المراسل إلى أن طيران التحالف شن غارات على مواقع الانقلابيين في صروح والمخدرة وجبهة الجفينة جنوب غرب مأرب، ودمرت الغارات العديد من الآليات العسكرية التابعة لميليشيا الحوثي والمخلوع المتمردة. هذا وتواصل قوات التحالف العربي مد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مأرب بعشرات الآليات والمعدات العسكرية النوعية في إطار الاستعداد لدحر ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع بشكل كامل من أطراف مأرب وصولا إلى تحرير العاصمة صنعاء. ورصدت كاميرا ناشط جانبا من الأرتال العسكرية التي وصلت إلى محافظة مأرب وتضم مدرعات ومدافع وصواريخ دفاعية. هذا وتخوض المقاومة الشعبية في مأرب معارك متواصلة مع ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع صالح التي فشلت في تحقيق أي تقدم في جبهات المعارك. مراسلنا عبد الله أبو سعد والتفاصيل. ظلت مأرب شوكة عنيدة قهرت ميليشيات الحوثي والمخلوع بعد أن أعدت من رجالها وعتادها المتواضع ما أعدت لمعركة غير متكافئة، وما تزال حاضرة سبأ في واجهات الوطن وصدارة الجمهورية التي تحتوي الجميع وتغذي الكل بخيراتها وثرواتها. على مدى الأسابيع والأيام الماضية ذاقت عصابة الحوثي والمخلوع المرارة ولم تقوى على كسرها، وهو ما يشير إلى أن المعركة التي تدور على أطراف مأرب ستؤول حتما لصالح اليمن واليمنيين التواقين للحرية والعدالة والمساواة. بفضل الله سبحانه وتعالى الجبهة الموفقة بإذن الله في دحر العدو من عدة أماكن وكبدت الحوثيين ومن قام معهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وبفضل الله بدأنا وسندحرهم بإذن الله. مصادر في المقاومة تقول أن 13 حوثيا قتلوا في سلسلة غارات شنتها طائرات التحالف العربي خلال 24 ساعة الماضية. وأضافت المصادر أن الغارات دمرت 4 دبابات تابعة للحوثيين، 2 منها بمنطقة الزور وأخرى بمطار صرواح غرب مأرب ودبابة بالجفينة جنوب غرب مأرب.
ودمرت غارات الطائرات التحالف العربي 2 مخازن للأسلحة، أحدهم بالمشجح بالجبهة الغربية وآخر بمنطقة الجفينة جنوب غرب مأرب. واستهدفت طائرات التحالف تجمعات بشرية في منطقة الزور غربا وفي منطقة الجفينة جنوب غرب، بالإضافة إلى تدمير 3 عربات مدرعة، 2 منها في مجزر شمال مأرب وأخرى غرب مأرب. كما دمرت مدفعية بمنطقة هيلان وطقم وشاحنتين محملتين بالأسلحة بالزور غربا، بالإضافة إلى احتراق 3 آليات عسكرية بمجزر وأخرى بصرواح غربا لم يعرف نوعها بحسب المصادر. يواصل الحوثي والمخلوع في الزج بالمغرر بهم إلى محارق الموت للبحث عن انتصار يرفع من معنوياتهم المنهارة بعد الضربات القوية والهزائم المتتالية التي تلقتها تلك العصابات على أيدي أبطال المقاومة الشعبية في جبهات القتال بمأرب. عبد الله أبو سعد، قناة سهيل الفضائية، مأرب. وفي مأرب أيضا نفى مصدر مسؤول في قيادة اللواء 14 مدرع المرابط في صحن الجن بمأرب الأكاذيب والشائعات التي تروج لها وسائل إعلام الانقلابيين حول تمرد اللواء عن الشرعية. وأكد المصدر في تصريح صحفي أن اللواء سيظل ولاؤه لله ثم للوطن بعيدا عن الولاءات العائلية والحزبية وأصحاب المشاريع الضيقة. المصدر أشار إلى أن اللواء يخضع لتوجيهات قيادة المنطقة العسكرية 3، وأنه يتمتع بجاهزية قتالية عالية وينتظر ساعة الصفر للمشاركة في معركة تحرير محافظتي الجوف ومأرب والزحف نحو العاصمة صنعاء. علمنا بالله لا نرجع انت بالجهاز تحزين اخر تحزين منذ فجر الحضارة كانت مأرب مصدر إشعاع ومنارة استعصاء على الظلم والعنجهية والاستبداد، فبقدر شوروية الأجداد كانت قوتهم وبأسهم وعلى خطاهم سار الأحفاد، تقول الوقائع على الأرض ونتائج المواجهات الميدانية بين رجال المقاومة والميليشيا الانقلابية. مأرب، في هذه المحافظة يمكنك تبادل الحديث مع التاريخ في هدوء وروية. من هنا بدأ حكم الشورى في قديم الزمان، ومن هنا عمد صالح ورهطه جاهدين إلى شد هذه الواحة الحضارية نحو قانون الغاب. مرارا شوه نظام الاستبداد وجه التاريخ وملامح الحضارة، ومرارا دفعت هذه المحافظة فواتير مغامراته الكثيرة، لكن مأرب استيقظت باكرا هذه المرة. عجزت فلول الحوثيين وحليفهم صالح ومن لف لفهما عن أن تطى تراب هذه المحافظة العصية. نحن أولو بأس، عبارة ما تزال تتردد في كل جنبات المحافظة ريفا ومدينة وشواهق منيعة. تملك هذه المحافظة مساحة شاسعة ضاربة الأطناب من تاريخ اليمن وإسهاماته في الحضارة الإنسانية، لكن 3 عقود من حكم الاستبداد تركت للرمل حرية طمر التاريخ وأعلت من شأن الثأر بين أبناء المحافظة على حساب فرص العيش الكريم. شيء من الاستقرار وشيء من المال والإدارة الفاعلة تحيل هذه المحافظة إلى جنات بدل الجنتين، كنوزها تحت الرمال كثيرة وفرصها في يمن الدولة مشرقة واعدة. استيقظت مأرب التاريخ لتنقذ ما تبقى من سمعة اليمني وملامح الحضارة، فلم يرق ذلك لأعداء النجاح فأبوا إلا تدمير الفرصة ونهب الذاكرة، لكن مأرب منذ قدم التاريخ في ردع الخطوب خبيرة وماهرة، وهي اليوم أكثر ما تكون منعة واستعصاء في ظل دعم التحالف العربي بقيادة السعودية، وذلك قدر مأرب. مأرب البأس اليماني الذي إن قال لا فلا يجد مستبد لتغييرها سبيلا ولا حيلة. بهدف تطوير وتعزيز خدمات المياه الصالحة للشرب للمواطنين في مدينة مأرب، تفقد وكيل المحافظة الدكتور عبد الرب مفتاح
فرع مؤسسة المياه والآبار التابعة لها وعملية توزيع المياه على المشتركين، حيث تفقد الوكيل ومعه مدير عام فرع المؤسسة حسين الجلال وقائد فرع الأمن الخاص العميد عبد محمد الصياغي التجهيزات المتبقية لتشغيل البئر الجديد في منطقة جو النسيم، وشدد على ضرورة استكمال تجهيزات تشغيلها وربطها بالشبكة الرئيسية خلال أسبوع. كما اطلع مفتاح على عملية ضخ المياه من البئر السابقة للمشروع والتي تغذي سكان مدينة مأرب بالمياه الحالية، وزار الخزان الرئيس للمياه الذي يستوعب نحو 500 متر مكعب من المياه وعملية التوزيع على أحياء المدينة. بين يوم وآخر تزداد معاناة المواطنين في العاصمة صنعاء جراء الارتفاع الجنوني في أسعار الغاز المنزلي منذ سقوطها بيد الميليشيا الانقلابية قبل قرابة عام. نتابع. يشكو المواطنون في صنعاء وبعض المحافظات من تفاوت في أسعار الغاز المنزلي بين محطة وأخرى جراء أزمة الوقود وعدم القدرة على توفير احتياجات الناس. الوضع المأساوي للمواطنين للبحث عن الغاز المنزلي مستمر منذ ما يقارب العام، بل إنه لأول مرة في تاريخ اليمن تجد طوابير النساء في محطة الغاز تتواصل ليل نهار. ليست التفاوت بأسعار الغاز والأزمة في هذه المادة هما المشكلتان التي تواجه المستهلك فحسب، بل إن أسعارها أصبحت مضاعفة بعد عام من مطالب ميليشيا الحوثي بإسقاط شرعة النفط. مراقبون يرون أن التفاوت في أسعار الغاز دليلا واضحا على عجز الميليشيات الانقلابية أن تقوم بدور الحكومة في تنظيم الأمور المعيشية للناس، ودليلا على الفساد المالي واستغلال هذه الأزمة للكسب منها بمضاعفة السعر، إضافة إلى مردود بيعها في السوق السوداء. عام مضى وانكشف فيه للمواطنين حقائق كان يغفلها البعض آنذاك، ومرور الوقت كفيلا بكشف الكثير والكثير من الأقنعة المزيفة. دشنت السلطة المحلية في مديرية دمت بمحافظة الضالع وبمبادرة من الأحزاب السياسية والحركات الشبابية والثورية ومنظمات المجتمع المدني حملة نظافة واسعة لشوارع المدينة ورفع المخلفات المكدسة منذ عدة أشهر والتي تسببت بانتشار البعوض الناقل للأمراض في المدينة. الحملة التي تأتي بدعم من المقاومة الشعبية لاقت ارتياح واسع في أوساط المواطنين وسكان المدينة الذين أعربوا عن تقديرهم وشكرهم البالغ لكافة المكونات الاجتماعية والسياسية على تفاعلها وتنظيمها لهذه الحملة. الأوساخ الموجودة في الأرض ومن براثين الفساد أيضا أينما كانوا سواء داخل دمت أو خارجها. دمت بأبنائها يتم النظافة للأرض، وبأبنائها أيضا يتم النظافة للنفوس الفاسدة الموجودة في اليمن وفي دمت بالأخص. ولذلك نحن نأمل من كل أبناء دمت كما عاشوا من 2011 على رقي في التفاهم والعلاقة أنهم يبنوا علاقة جديدة. بالنسبة للمبادرة اجتمعت الأحزاب والسلطة المحلية والأمنية، وعلى أساس دمت سميناها دمت السلام دمت الأمان، فعلينا أن ننظفها ويظهر الوجه الحسن في داخل دمت، برغم ما دمت ما تضمن كل المناطق إلا أنه دمت ملك للناس جميعا، وهذا مبادرة من الناس جميعا من أصغر واحد لأكبر واحد. تعرض أحد كبار التجار في مدينة زنجبار مساء أمس الأحد بجانب سوق القات للاعتداء والسرقة والسطو من قبل مجموعة مسلحة وملثمة، اعترضوا طريقه وقاموا بإطلاق الرصاص عليه ونزعوا السيارة التي كان يستقلها ومبلغ مالي ولاذوا بالفرار. وأمس الساعة 8 بعد صلاة العشاء تقريبا روح العيال من الدكان ومعهم الدباب العفري الزازوكي 2014، وبعض البنات جاءوا لنا على الطريق قدام على الخط مروحين قدام البيت، وعددوا على العيال نزلوا من البابور وشلوا البابور ومعهم مبلغ 1,200,000 ريال وفروا ولادوا بالفرار. المسلحين هذول 7 أقول 7 نفر من الثمين ما تقدر تعرف امور تميز بوجاهم.
من السمين وعالياتهم وقفوا قدام عليها قدموا لهم دباب متور قدام الدباب وقفوا وضربوا طلع عليهم رصاص ونتعوا للمخ السيارة والثاني كان في البودي نزلوا وشلوا الباب ورمشوا بلغنا السلطة المحلية وبلغنا أصحاب اللجان الشعبية وبلغنا بلغنا أمس يعني قالوا بنشوف ماشي قالوا إنه ما يجي جواب الآن ولا يرد ماشي اللي شلوا عليها الدباب أمس وروحوا بالليل وأخي بلاط يعني ما بشي أمن ما بشي من يعني الدنيا فالته صبحت فالته هنا داخل الحضره يشل الدبان نص الخط ويمشي كانه ولا رقيب ولا حسيب عليهم. نشرتنا انتهت وهذا تذكير باهم عناوينها. اللجنه الامنيه بمدينه عدن تقر منع التجول بالدراجات الناريه وتدعو لوقف استيرادها. سهيل تنقل صور الدمار الهائل الذي خلفته ميليشيا الحوثي والمخلوع في مديرية مشرعة وحدنان. التحالف العربي يواصل استهداف مواقع ميليشيا الحوثي وصالح في مأرب والبيضاء وشبوة. للمزيد يمكنكم متابعة صفحة القناة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب. في أمان الله.